بين الشوارع صوت بيحوم لأبو عبد المظلوم قالوا مرة كان مغروم بأرملي من بيت سلوم أبرت قلبه والمرحوم ونكرت صوته للمظلوم عبده يلي كان مغروم مرر عن الحب يصوم رح تتزوجيني بلا فلوس وبلا بيت تتذكري كنت تحبيني مع اني مش داخل دينك تذكري كيف كنا هيك تتذكري لما امك شافتني نايم بتختك قالت لي انسى عنك اتفقنا نضلنا هيك بلا دوار وطنطنت بلا كرافات وصبحيات كيف نسيتي كيف نسيتي
قصتي لشعر بعدتيني عالدوام كيف بتمشطي مشطي سكتيلي ايدي وعدتيني بيشي ثورة كيف نسيتي كيف نسيتي Thank you.
نحرق هالمدينة ونعمر وحدي أشرف ومننسى هالزمان ونحلم زمن ألطف ما زالك بلا شي ما فيك تخسر شي وأنا مليت من عشرة نفسي مشروع ليلى، انتوا لسه مطلعين البوم جديد صح؟ ده واحد ده؟ بيطلع في جون. ده هيطلع في يونيو. في جون، اوكي تمام، اوكي. شرفتونا وشرفتونا ان شاء الله في مصر، وباذن الله نشوفكم تاني ما تبقاش اخر مره، وان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من برنامج البرنامج بعد الاجازه. صباح الخير.